وعليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، الصحة لاباس. تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله اللي يلقاكم بخير وعلى خير. كنشكركم على الدعم ديالكم، شكرا جزيلا، وتنتمنى الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير ان شاء الله. اولا بغيت ندير معكم صابلي، عندي ربعة ديال الزبدة عادية، عندي جوج بيضات، رشة الملح، عندي كاس ديال العنبة ديال السكر كلاصي، عندي كاس ديال الكوك، عندي صاشية ديال الخمرة حمراء ديال 8 غرام، عندي جوج صاشيات ديال الفاني، عندي قشرة ديال الحامض مبشور، والدقيق على حسب الخليط. يلا نبداو على بركة الله ان شاء الله. نزيد السكر كلاصي على الزبدة، يلا نخلط الزبدة مع السكر مزيان تينسجمو. ونزيد بيضة بيضة، ندير البيضة الأولى حتى تدخل، الزبدة تكون رطبة على حرارة المطبخ. نعاود نزيد البيضة الثانية، البيض عادي ما كبير ما صغير. ندير عليه الفاني، سمحوا لي ما درتش. تينسجمو ويدخلو البيض في الزبدة مزيان، نزيد الكوك، قشرة الليمون مبشورة، مليحة، ونزيد الدقيق بالتدريج، ها الكاس الأول تاع الدقيق، نزيد الخميرة ديال الحلوة، نزيد الكاس الثاني، منعجنوهاش ما ندلكوها غير لمها، ندخل الدقيق في الخليط، العجينة تكون رطبة ما تكونش قاسحة.
بعد الموان خليها حتى ترتاح. صاني بيه هذا هو قياس. هانتوما هاد لي شات من الكاس الرابع ديال الدقيق، كاس العنبة ربيع ديال الكاس. صافي غادي نخليها دابا ترتاح ومن بعد نتلاقى. يلا البنات، من بعد ما ارتاحت العجينة ها هي مرتبة، درتها في التلاجة حتى خبطات راسها شوية، نتلقاها بالمدلك. ندير بلاستيكة باش تصلح مزيان. يلا من بعد ما نطلقو كنديرو العجينة في بلاستيك ونطلقو العجين على سمك 2 سنتيمتر، ما تكونش رقيقة. يلا نبدا نفقو العجين على هاد السمك هدا، نقطعو بعد الطويبع هدا نديرو في الدقيق ونقطعو. البنات بعد ما درت هاد الشكل طلقتو بالمدلك وقطعت، بغيت ندير هاد الشكل الاخر، نديرو بحال هكا بحال الكويرات، نديرهم هكا بحال الصبيعات. يلا البنات هادو درتهم كويرات بحال ما هكا، نديرهم كي الصبيعات بحال ما هكا كي الصبيعات، ومن بعد نقطعهم بالمقص. بحال ما هاد الشكل ونديرهم في الطاوة طيطيبهم بعدا تشوفهم. يلا البنات من بعد ما طاب لي صابلي هما كيجاو تيشهيو، زوقنا هادو بالشكلاط ودوك الصبيعات درت لهم السكر كلاصي. صافي
يلا بالصحة والخير، إلى اللقاء إن شاء الله.